تشكل مدينة برداي حاضرة ولاية تيبستي المحطة 16 ضمن الجولة الوطنية التي يقوم بها رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو إلى عمق البلاد، حيث وصل إليها رئيس الجمهورية قادما من القاعدة العسكرية في كريبوري 60 التابعة للولاية بعد أن أمضى فيها أسبوعا كاملة. وكان في استقباله بمطار مدينة برداي لدى وصوله إلى جانب حاكم ولاية تيبستي محمد توشيسيدي كل من قائد المنطقة الدفاعية رقم 6 الجنرال إبراهيم بوكور وعمدة مدينة برداي علي سوقي حسن. عقب ذلك استعرض وحيا رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو طابور الشرف وصافح كبار الضباط الذين اصطفوا للتعبير عن حفاوة الاستقبال، كما صافح أيضا رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو بعض أعضاء الحكومة ومستشاريه بالمكتب المدني الذين جاءوا إلى الولاية في إطار هذه الجولة، قبل أن ينتقل إلى مصافحة مستقبليه من المسؤولين الإداريين والمستشارين الوطنيين والكوادر من أبناء الولاية. عقب الترحيب الحار من قبل السكان بالمطار توجه الموكب الرئاسي نحو وسط مدينة برداي، وحظي فخامته باستقبال وترحيب في مدخل المدينة من قبل السكان الذين رافقوا الموكب حتى مقر ضيافة رئيس الجمهورية. هذا وعلى غرار باقي الولايات الأخرى التي زارها رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو سيلتقي فخامته مع القوى الحية في الولاية، ومن المقرر أن يناقش معهم مشاكل وتحديات التنمية وقضايا السلام والأمن والتعايش السلمي بين مختلف الشرائح التي تعيش في الولاية.